بالنسبة للرواية التي سمعناها عن كيفية دخول القوات الإسرائيلية إلى النصيرات مع العدد الهائل من القتلى، اليوم هناك نفي إسرائيلي من قبل يعني المتحدث باسم القوات الإسرائيلية أفيخاي أدرعي. برأيك يعني كيف نقرأ هذا النفي؟ هل هو لتجنب القانون الدولي الذي يعتبر ما تم القيام به هو بمثابة جرائم حرب؟ يعني واضح انه هذا النفي هو لتقليل الانتقادات وتجنب فعلا هذه، ولكن يعني هذا التقرير خرج عن خبراء امميين، ولذلك هذا النفي لا قيمة له، هو محاولة لوضع رواية أخرى أمام الرواية الدولية وتقليل الانتقادات. لكن حقيقة شهود العيان، وفي اليوم الأول تحدثوا عن شاحنة مساعدات، تحدثوا عن مستعربين أو جنود متنكرين عاشوا لفترة يعني قبل، وعن استخدام يعني الرصيف المائي واستخدام الرصيف المائي واستخدام شاحنات المساعدات، وأيضا القتل دون تمييز، استخدموا عمليا أرض محروقة ولم يبكوا أي شخص، كل من تواجد هناك تعامل معه على أنه خطر وعلى أنه عائق وأزلوه من خلال القتل، وهذه فعلا كلها جرائم حرب، يعني سلسلة جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي في عملية واحدة. وهذا بالنسبة لإسرائيل يعني أمر مبرر، أنا أقول ليس دوليا، لكن بالنسبة لها استعادة 4 رهائن هذا يعني يجعلهم يخاطرون بانتقادات دولية وبخرق القانون الدولي، وهذا نهج إسرائيلي على كل حال. ولذلك السؤال هو الآن ماذا هل نتوقع أن تدان إسرائيل مرة جديدة برأيك باختصار شديد؟ نعم، أنا أفترض أنه يجب أن تدان، والمجتمع الدولي لن يمر مرور الكرام على مثل هذه العملية، لأنه هناك لازال 120، وإذا كانت كل عملية ستؤدي إلى هذه السلسلة من الانتهاكات والجرائم هذا سيعني أننا سيكون أمام حرب. يعني تحرير 4 أسرى مقابل حوالي 300 قتيل، يعني ناهيك عن الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. نعم، وكلهم من المدنيين، يعني معظمهم على الأقل من المدنيين، وكان يعني هذا السوق وتم التصرف به وكانه ساحة حرب وقتل كل من تواجد به، وهذه فعلا جريمة حرب. أنا أعتقد أنه هذا الأمر يجب أن يتم الوقوف فيها أمام إسرائيل، لأنه إذا لم يكن هناك روادع وكوابح أمام هذا، فإسرائيل ماضية والفشل وعدم قدرتها على تحقيق إنجازات ربما يدفعها إلى الزيادة في هذه الأعمال. نشكر لك هذه المداخلة معنا المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور لهذه المراجعة.